السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى جروب في الدنيا؟ النهاردة هعمل جايبه لكم النهاردة هعمل لكم طريقة فيونكة جميلة جدا، ممكن تعملي منها توك كتيرة خالص وبأسعار حلوة خالص، وتجيب لك يعني أعلى نسبة مبيعات معاك إن شاء الله. فأنا معايا هعمل لك من الشريط المنقط، أنا معايا قطعتين من الستان المنقط قيساهم 18 سنتي، الواحدة فيهم 18 سنتي، ومعايا بكرة ستان 1 سنتي لونها أبيض، ومعايا طبعا الأساتيك دي، ومعايا الولاعة، ومعايا إبرة يا جماعة، إبرة، ومعايا مسدس الشمع طبعا، ومعايا مجموعة من بقر الستان المنقط اللي هو 4 سنتي، بقر الستان المنقط 4 سنتي. هنعمل مع بعض ان شاء الله فيونكة. اول حاجة هجيب الستان وبالولاعة هعمل الاطراف بتاعت الستان عشان ما يسلتش الستان معانا وشغلنا يفضل حلو. بعد كده هنقسم الستان، هنجيب الستان القطعتين على بعض، وهنجيب في النص كده، عملت معانا قطعة اهي في النص اهي، هجيب طرف الستان من الناحية دي وطرف الستان من الناحية التانية، وهبدأ اخيط، وهجيب الابرة معايا وهبدأ اخيط من جوه، هبدأ من جوه. بس انا بديت اول شكه كده اجرب بقى اشوف معايا الستان مظبوط ولا لا. كده الستان ايه، القطعتين اهم اهم، القطعتين على بعض متساويين مع بعض. بس واكمل ايه خياطتي، بعد ما لقيت القطعتين متساويين على بعض اكمل خياطتي اهي. شايفين يا بنات؟ سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله هتجيبلك مكسب حلو خالص. هي انا بشتري لفة الستان المنقط دي ب10 جنيه، يعني انا بشتريها قطاعي مش جملة، ومش بشتريها من العتبة، بشتريها من عندنا في البلد بس. فانتي ممكن تشتريها بسعر اقل من كده. فاحنا لو حسبنا يا جماعة المتر تقريبا ب2 جنيه الا ربع مثلا، وأستك والأستك في 6 أساتك، الورقة الأستك فيها 6 أساتك، بحوالي كام؟ بحوالي 3 جنيه، بشتريها برضو ب3 جنيه أو ب2 جنيه ونص. ماشي، احتار ب2 جنيه ونص، هناخد منها أستكين بس، هنعمل بيهم الايه، الورقة اللي فيها الفيونكات. ماشي، الفيونكة جميلة ازاي وبسيطة جدا. هعمل طرف الخيط التاني، هعقب، هعمل العقدة بتاعت الخيط، وزي ما عملت في قطعة الستان الاولانية ان انا سويت الطرفين مع بعض، وهنوصل للمنتصف هدوس عليها شوية كده بايدي بس. وبعد كده ايه، هنبدأ نعمل الايه، ستان هنحطه على بعضه كده، الطرف ده على الطرف ده، وهنحاول نساوي الستان اهو كده، هنحاول نساوي الستان كده اهو. جبت الطرفين اهو على بعض، حط الطرفين على بعض اهو، هاجي عشان الستان بيعمل من ايديا بيتزحلق ناعم جدا، احط طرف الايه الدبوس كده اهو، وصلته كده، وصل ايه للمنتصف. هعمل ايه، هكمل خياطة بالابرة بتاعتي. وهرجع تاني زي ما هنرجع تاني عشان نمكن الخياطة بتاعت الفيونكة. رجعنا تاني في نفس المكان،
برضه عشان يعني في ستان من اول مره مش بنحتاج نرجع. بص يا جماعه شكل الفونكه جميل قوي، شيل الستان المنقط بجد بجد يعني جميل، انصحك انك انتي تجيبيه. يعني هو بعد الستان العادي سعره حلو، وفي نفس الوقت يعني خامته حلوه، كل اللي بياخد منه بجد بيرجع ياخد تاني يعني، ويطلب منه تاني، وبنعمل منه تشكيلات كتيره. وان شاء الله مع الفيديوهات الجايه هعمل لكم بيه منه كليبسات واطواق وكده، هعمل لكم بيه حاجات حلوه جدا بجد، ويعني وخامته حلوه، يعني خامته حلوه في الشغل، بس بيستحمل. يعني ممكن الستان العادي شويه ينتش في الشغل، يعني ينتش مع الاستعمال مع الناس، لكن احنا بنجيب خامه حلوه. يعني الستان المنقط ده حلو خالص بجد، وكل اللي بياخده يعني بيرجع ياخد منه تاني. ادي عملنا الفيونكه، بصوا يا جماعه شكلها جميل ازاي، رائعه من غير ولا اي حاجه بجد، والله جميله جدا اهي، شايفينها حضراتكم اهي جميله جدا. هنقص طرف الخيط او انا عادي بالولاعه ممكن اهو بالراحه كده شيله. هجيب الستان الواحد سنتي، بقرة الستان 1 سنتي لونها ابيض زي النقط اللي فيها. ممكن على فكرة تعمليها بالستان اللي هو السيلفر يعني، بس احنا هنعمله بايه، بالستان الايه الابيض. هاخد قطعة كده من الستان الابيض واعملها، انا بحب اعمل بالولاعة الاول يعني مش بلزق بالشمع الاول، اهي بالراحة اهي. وهجيب اهو، هجيب مسدس الشمع، انا كنت مسخناه من قبل ما ابدأ معاكم اهو، هجيب والف اهو اهو بالراحة بالراحة اهو اهو، لفتها. بصوا يا جماعة بعد ما لفتها جميلة ازاي، جميلة وبسيطة جدا، بس بحاول اظبطها بعد اول لفة بالراحة كده، بحاول اظبطها عشان ايه اكمل اللف واحط الايه الاستك. يا جماعة احط الايه، احط الاستك ايه، فيونكة جميلة جدا بجد. التصوير ظالمها ان الاضاءة عندي مش حلوة خالص، بس هي والله جميلة جدا ويعني روعة بجد. هجيب استك، هجيب استك اهو، هجيب استك واثبته، اثبته هنا ورا احط القسط كده. هجيب المقص يا جماعه واقص الايه الستان من هنا اهو، هقص الستان وهلزق كده بالراحه الشم اهو يا جماعه. الفيونكة ايه ببدا الزق بعد ما حطيت الشم اهو اهو، يا جماعة هقص بقى من هنا وهكمل الطرف ده بالولاعة. شايفين جميلة ازاي بجد، والله يا جماعة فيونكة جميلة جدا. ممكن تحط لها استرس، ماشي ممكن تحط لها استرس، وممكن براحتك خالص ما تحط لهاش اي حاجة، ممكن تحط لها استرس وممكن ما تحط لهاش ولا استرس ولا اي حاجة. شيل الحاجات اللي انا استخدمتها معاكم، طبعا انا بكر الستان عندي بعملها بالدبوس ده للناس المبتدأ، عشان ما تقولش نعمل ايه بالدبوس اللي هو ده بتاع الطرح، بن ايه بنقفل بيه البكر بتاعنا عشان ما يفكش معانا ويبهدل الدنيا، يبقى في عندنا نظام وترتيب عشان لما نشتغل يعني نشتغل في راحة نفسية ومكان مرتب ومنظم. بس فعملنا معاكم الفيونكة دي، وانا كنت عاملة لكم مجموعة من الفيونكات، كنت عاملة اللون الجميل ده اهو، كنت عاملة معاكم اللون ده اهو.
الاحمر، الاحمر في الابيض المنقط، الابيض في الاحمر المنقط، وكمان عملت وعملت الاسود. كمان عملت كمان اللون البامبي. دي بجد يا جماعة في يونكات جميلة جدا، وبتتباع بسعر بسيط جدا. ممكن تبيعي الاتنين يعني ب5 جنيه ان شاء الله يعني، وهيبقى فيهم مكسب ليكي. وكل ما هتجيبي من مكان جملة او مكان سعره اقل، هيبقى ليكي مكسب ان شاء الله اكتر، ويبقى ليكي زباين اكتر ان هي تشتري منك. ودي حاجات بسيطة جدا، بمناسبة ان شاء الله ان المدارس قربت تفتح، هتبقى جميلة خالص. وحاجات بسيطة جدا من الستان، ممكن تحط لها، ممكن تحط للستان للفيونكات دي استراس، حاجة بسيطة كده حتى. والله يا جماعة من غير استراس زي ما انتوا شايفين جميل جدا. لو عجبكم الفيديو دوسوا اعجاب ولايك وسبسكرايب، وفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد من منوعات ماي، مع منوعات ماي هاند ميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.